العيد بالنسبة لي بيبتدي مع تكبيرات أول يوم العيد. ألاقي ماما حطالي الهدوم الجديدة على السرير، وأنا ببقى محضرة جزمتي كده جنب السرير، وبتحط لي جنبها العادية. كنت بحب أركب عجل جداً في العيد، بس أنا نص إصابات ركبي من العجل، لأن أنا كنت دايماً بعمل على العجل. أكتر حاجة بحبها في العيد كمان إنه لما بنقعد نعمل ننقش الكحك، وأول ما بيخلص وأول واحدة بتاكلها كده وهي سخنة بتبقى فظيعة. عيد سعيد على مصر كلها، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير.